احمدك ربي واستعينك واصلي واسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق من الطائفة الاولى وهي طائفة الايمان بالله، سواء كان ذلك الإيمان تأسيسا بحيث لم يكونوا يؤمنون بإله قبل اليوم، أو كانوا يؤمنون بإله وبرسل وبكتب، والمطلوب أن يؤمنوا بما أنزل على رسول الله وبرسول الله كما آمنوا بالرسل السابقين. وقلنا إن التقابل يقتضي أن يذكر الله الفريق المقابل وهم الكافرون، وقلنا إن الكفر معناه الستر ولا يستر إلا ما كان موجودا. إذن فالكفر في العالم طارئ على الإيمان، لأن الخلق الأول في آدم تلقى عن الله وتلقى عنه مباشرة، وكان المفروض فيه أن ينقل ذلك إلى بنيه وقد نقل، ولكن الغفلة وعدم قدرة الإنسان على حمل نفسه على منهج الله سترت قضية الإيمان، فأرسل الله رسله في مواكب متلاحقة ليبين للناس صلة الأرض بالسماء. وكان آخر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عالج أمر الدعوة في مكة، المفروض أن نفهم أولا منزلة مكة ومنزلة سادة مكة بالنسبة لعالم الجزيرة، وهم القوم الذين أرسل الله رسوله بلسانه. كانت مكة تأخذ مكان السيطرة في الجزيرة كلها، ومن العجيب أن أخذها مكان السيطرة في الجزيرة كلها كان مرجعه في الأصل إيمانيا. انظروا كيف نقلوا السبب الإيماني الذي جعل من مكة سيدة للجزيرة وجعل من سكانها من قريش سادة الجزيرة. انظروا كيف انقلب وضع الاستغناء فنما فيهم ذاتيتهم واعتبروها أصالة فيهم وفي مكة غير مسنودة إلى الحق سبحانه وتعالى. إنهم لم يأخذوا المكان ولم تأخذ مكة المكانة إلا لأن بيت الله كان فيه، وبيت الله كان يحج إليه من سائر أطراف الجزيرة. إذن فكل قبيلة منتشرة في الجزيرة لا بد ستأتي يوما إلى مكة لتحج، وقريش هي سيدة مكة. إذن فلقريش مهابة عند العرب، هذه المهابة جعلت لقريش رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وأصبحوا مأمونين على أموال الناس جميعا يتاجرون لهم فيها. لماذا؟ لأن مهابتهم وسيادتهم تجعل القبائل التي يتعرضون للمرور عليها مجنبين إلى اليمن أو متشاملين إلى الشام في مهابة، لأن أي قبيلة لا تستطيع أن تتعرض لقافلة قريش في رحلة الشتاء أو في رحلة الصيف، لأنها إن تعدت عليه فسيأتي يوم تكون بين أحضانها في مكة وهي لا تحب أن تمنع من الحجيج. إذن فقبائل قبيلة قريش لا يتعرض إليها بسوء، ومن هنا كانت المكانة. إذن فالمكانة التي كانت لقريش ولمكة
كانت في الأصل إيمانية أخذوها لنفسهم ذاتية، ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى يطلب منهم أن يذكروا نعمة الله عليهم بأنه منع هدم الكعبة على يد أبرهة، لأنه لو انهدمت الكعبة ووجه الحجيج إلى اليمن كما كانوا يريدون لأصبح سبب المهابة ساقطا عند العرب، وسقطت مهابة قريش تبعا لسقوط هذه المهابة. ولذلك تجد القرآن كان دقيقا في قوله فجعلهم كعصف مأكول، أي الذين جاءوا لهدم الكعبة. لماذا؟ اقرأ بعدها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذن فلم تألف قريش رحلة الشتاء والصيف إلا لأن الله صان لهم ذلك البيت. إذن انظروا كيف استغلوا السبب الإيماني ليجعلوه سيطرة كفرية. هؤلاء الكفار كان من الممكن أن يقول قائل إن الدعوة حين انطلقت في مكة لم تكن هي البيئة الأصيلة، بل كان يجب أن نبحث عن مكان آخر لأن دول سادة ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه. يقول لا، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون صيحة الضعاف من المسلمين أولا في مكة في أذن سادة قريش، حتى لا يقال أنهم استغلوا الضعاف من القبائل الأخرى. لا، لا بد أن تكون الصيحة الإيمانية في أذن سادة مكة، وذلك أمر أصيل لأن السيادة لقريش لم تكن إلا إيمانية، فإذا كانوا هم قد استغلوها كفرية فلماذا لا نعيدها إيمانية من جديد؟ من هنا كانت الصيحة في أذن السادة حتى لا يقال أن قوم محمد أو أتباع محمد استضعفوا طوائف من العرب ونادوا فيها بدعوتهم. لا، إن الصيحة هنا، وإن المعركة هنا، وإن الابتلاء هنا، وإن التربية الإيمانية هنا، حتى يتربى الذين شدوا أولا في الإسلام على أن يتحملوا كل مشقات العنف بأعنف قوتها وأفتك حيلها وأشرس أدواتها، حتى إذا ما صبر المؤمنون وصمدوا يكون هؤلاء هم الأولى بأن يحملوا منطق الله وآية الله إلى الوجود. ولكن النصر لم يكن في مكة، إذن فالصيحة بدأت في مكة ولكن الانطلاقة الإيمانية كانت في المدينة. لماذا؟ كما كان لتلك حكمة أيضا لتلك حكمة، لو أن الانطلاقة الإيمانية والدولة جاءت في مكة ربما قال قائل قوم ألفوا السيادة فتعصبوا لواحدا منهم ليسودوا به الدنيا، هم ألفوا السيادة على الجزيرة ومدام ده هيبقى نبي للعالم أجمعين يبقوا لماذا لا يسودون به العالم أجمعين؟ فشاء الله أن لا يكون انتصار الإسلام في مكة، حتى لا يقال إن قوما تعصبوا لواحد منهم ليسودوا العالم لأنهم ألفوا السيادة في الجزيرة. وليعلم الناس أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد، ولكن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد. هذا هو المنطق. إذن فرسول الله حين عالج كفارا شرسين لهم السيادة ولهم الوجاهة ولهم العينية كان يحب دائما أن يؤمن هؤلاء حتى يأخذ المسألة من أقصر طرقها، ولكن الحق شاء أن يعلمه أن هؤلاء لا يؤمنون أبدا. والإيمان بالله أمر اختياري، فانظروا كيف حكم الله على قوم بخصوصهم وهم الذين كان رسول الله يحب أن يسلموا، وهم السادة أبو لهب أبو جهل أبو سفيان وليد بن عتبة
عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، كل دول كان يريد رسول الله أن يؤمنوا، فكانت خواطره تداعب بأن هؤلاء لو آمنوا لاستراحوا من العنت. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عاتب رسوله من أجل مصلحة نفسه حينما تصدى لهؤلاء وانصرف عن رجل ضعيف آمن وجاء ليسأل رسول الله أشياء. كيف أن رسول الله ترك الأسأل على نفسه؟ رجل مؤمن وجاء ليطلب شيئا من رسول الله من الدين، هذا أمر سهل يسير، فما باله يترك الأمر السهل اليسير ويتصدى للأمر الشاق العنيف لصناديد قريش. إن رسول الله كان يكلف نفسه فوق ما كلفه الله به، ولا يكلف نفسه فوق ما كلفه الله به إلا عشقا لقضية الإيمان، فهو يحب أن يذوق الناس حلاوة ما ذاق من الإيمان. ولذلك كان يكفيه أن يبلغ فقط، لأن الله يقول لهم إن عليك إلا البلاغ. ولكن رسول الله كان يهادن القوم ويتعب مع القوم ويصابر القوم، إذن فهذا كلف نفسه فوق ما كلفه الله به. إذن فيجب أن نتنبه كما قلنا سابقا إلى أن الذين يأخذون قصة عبس وتولى إلى أن الله يعتب على رسول الله، قولوا لهم لا، إن الله يعتب لرسول الله ولا يعتب على رسول الله. ومعنى يعتب له يعني يقول له لماذا كلفت نفسك الجهد والمشقة وأمامك طريق سهل، لماذا تتعب نفسك؟ قلت كما تقول لولدك الذي يذاكر طول الليل، لماذا تتعب نفسك في المذاكرة طول الليل؟ أأنت تعتب عليه أم تعتب لصالحه؟ إنك تعتب لصالحه. كذلك يعتب الله لا على محمد ولكن يعتب لمحمد، يقول له لماذا تركت الأمر السهل وتوجهت إلى الأمر الصعب؟ وما عليك ألا يزكى، ما عليك، انت عليك البلاغ فقط، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إذن فرسول الله كان يحب أن يؤمن هؤلاء ليسلم من عنة المناوشة الأولية، فكان خطر، فيريد الله أن يحكم في الأمر حكما ما أغبى الكفار حين سمعوه، يدل على الغباء. لماذا؟ لأن ربنا بيقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يبقى حكم بأنهم وإنذارك وعدمه سواء، كلمة سواء يعني مستوى، يستوي الإنذار وعدم الإنذار، فالغاية أنهم لا يؤمنون. إن كان الغرض من الإنذار أن يخافوا فيؤمنوا، لا مش هيؤمنوا، يبقى إنذارك وعدمه سواء، زي ما تقول سيان هذان الأمران، يعني الاثنين سواء، يبقى سواء يعني مستوى. وما هو الإنذار؟ الإنذار إعلام، بس إعلام بشيء مخوف، تنذر واحد يعني تعلمه بإيه؟ بشيء يخوف. إن أعلمت بشيء مطلقا فهو إعلام، لكن إن أعلمت بشيء يخوف فهو إنذار. بس يشترط أن توجد فترة بين الإنذار وبين وقوع الأمر المخوف عشان يمكن الاحتياط. مثلا أنت تقول لواحد أنذرك أن تذهب من الطريق الفلاني لأن فيه كذا وكذا قطاع طريق مثلا، يبقى أعلمه بشيء إيه؟ مخوف، يعني يخوف. لكن هناك فترة ليحتاط فلا يسافر من هذا الطريق. إنما إذا لم توجد فترة
يبقى نسميه انذار ام قال لك لا يسمى اشعار؟ وانه انت جيت من الطريق ده وخلاص انت ماشي من الطريق ما فيش فترة ما يمكنش يحتاط ويمنع نفسه من الطريق المخوف. تيجي مثلا تقول للولد في اول السنة يا بني ذاكر جيدا التفت الى دروسك لا تسقط ولما تسقط اكرأك واعمل فيك انذرته بشيء ايه مخوف. لكن هناك فترة ليستعد لتفادي الامر المخوف. لكن اذا كان بقى جيت بقى وامتحن بالفعل وبعدين انت دريت بالنتيجة كده من طريق مش رسمي فقلت للوالدة كده اشعر الواد بان النخاب يبقى انذره بشيء مخوف ولا فيش فرصة لان ده امتحن وخلاص مفيش فرصة. يبقى اذا الاعلام ان كان بشيء مطلقا غير مخوف يبقى ده اسمه اعلام بس اعلمته به. فإن كان إعلاما بمخوف أهناك فترة لنتفادى المخوف أو لا فترة؟ فإن كانت هناك فترة لتفادي المخوف فهو الإنذار، وإن لم تكن هناك فترة لتفادي المخوف فهو الإشعار. إشعروا من طرف خفي بأنه خسر القضية. يبقى عندنا ثلاث أشياء، إعلام وإيه وإنذار وإشعار. اللي موجود عندنا هنا ايه؟ لما يجي يقول لهم امنوا وتبقوا مش عارف ايه، لكن نقول امنوا واتقوا النار وربنا هيعمل فيكم ويعمل يبقى انذرناهم من مخوف، والمخوف يقع فين؟ اذا في فيه فترة يقدروا يتلافهم الامر المخوف. يبقى اذا الاعلام والانذار والاشعار فيه فترة علشان وقوع المخوف بالنسبة للكافرين. فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم الذين يداعبون خواطرك ليؤمنوا فتستاح وتريح المؤمنين الضعاف، انا بقول لك لا يؤمنون. هنا يجب ان نتنبه الى حكم يوجده العلم بما يكون وحكم تلزم به القدرة أن يكون. دي حتة دقيقة شوية فعايزين نفهمها شوية. إلى شيء العلم يقول أنه يكون، حين يقول العلم أنه يكون العلم بينكشف تنكشف له الأشياء، إنما ملوش قدرة يجعل بها الأشياء. اللي يجعل الاشياء على ما هي عليه القدرة، انما اللي يعرف الاشياء على ما هي عليه العلم. ما يقالش انك لما علمت حاجة ارغمت الغير على انه ينفذها، لا. اذا ففيه فرق بين ان يعلم الشيء وان يجعل الشيء. يعلم الشيء دي صفة العلم، يجعل الشيء دي صفة القدرة. هنضرب مثل بسيط عشان نوضح القضية دي. هب انك انت والزوجة طرأ لكم مشوار سفر، تغيبوا فيه يوم طول، والبيت فيه اولاد صغار، هتركن لهم اكل. الاكل ده فيه لحمة وفيه سمك وفيه فراخ وفيه بيض وفيه جبنة وفيه أنواع متعددة. ثم خرجت أنت والأم، وبعدين الأم قالت لك في الوقت ده زمان الأولاد بياكلوا الظهر مثلا، يوم هو بيتبسط ولا بالك الأولاد هياكلوا إيه؟ هياكلوا من السمك. ايه اللي خلاه يقول كده بقى وحكم الحكم ده وهو بعيد عن السيطرة، بعيد عن انه يرغم الاولاد انها تاكل ايه الاكل قدامهم كله وهم احرار؟ اذا فقوله هياكلوا سمك معناه مش هيرغمهم ياكلوا سمك. يبقى دي صفة العلم. يبقى العلم يعلم الشيء على ما هو عليه لكن لا يجعل الشيء على ما هو عليه. فهموا الفرق الدقيق ده؟
نسأل الراجل تقول له علمت ايه اللي خلاك تعلم كده؟ اقول له والله اصل الاولاد كانوا من كام يوم كده يقولوا يا بابا احنا عايزين سمك، يا بابا احنا عايزين سمك. فالمعقول ما دام السمك جه وهم كانوا يبقى علمه بقى. لكن لو ما كانش موجود في البيت الا السمك بس، وبعدين يجي يقول لها ده هياكلوا سمك، طب ما انت قاهرهم على ان ياكلوا سمك. يبقى ادي القدرة جعلت الشيء، انما مش العلم. اذا ففرق بين العلم والقدرة. العلم يعرف الشيء على ما هو عليه ولا يجعله على ما هو عليه، ولكن القدرة تجعل الشيء على ما هو عليه. حين يحكم الله على الكافرين بأنهم لا يؤمنون، أهو عمل القدرة أم عمل العلم؟ لو كان عمل القدرة لكانوا معذورين في أن يكفروا، لأنه لا طاقة لإنسان بمقاومة قدرة خالقه، ولكنهم مكلفون ويعاقبون. إذا من العدالة أن لا يكون ذلك سيال القدرة، أمال سيال الإيه؟ العلم. كما أن الرجل علم بالقرائن ان ولاده حياكلوا السمك، ما يمكن واحد عاقل كده قال ما تخلوا السمك اما يجي ابونا وامنا وناكله معا كده ونقضيها النهارده كده، دي مش في علم الراجل بقى. يبقى اللي بيخلي علم البشر زي ما بنقوله يخرم ولا يصيبش الحقيقه، ان بتجدي اشياء لم تكن في معلوم القائل، انما ربنا ايخفى عليه شيء؟ يبقى اذا حين يقول انني علمت ان ده هيحصل، يبقى هو اللي هيحصل. وهل يكون الزام للقدرة ولا كشف للعلم؟ يبقى كشف للعلم. يبقى الذين يحتجون بان كفر الكافر غير خارج عن قدرة الله، وهو اللي اقول له يا شيخ يا غبي افهم الفارق بين القدرة وبين العلم. القدرة تجعل الشيء على ما هو عليه، والعلم يكشف الشيء على ما هو عليه ولا يجعله هو على ما هو عليه. والثواب والعقاب على الجعل هنا. وما دام مكلفين جميعا باننا نؤمن، يبقى لا بد ان يكون ذلك في طوع الاختيار. وما دام في طوع الاختيار، بس ربنا علم ان عبده هيختار ايه. ادي العظمة في ان يحكم الحق على مختار في الفعل بحكم المختار يسمعه وفي قدرته ان يخالفه. خذوا القضايا اهي، الحق حكم حكم ان دول لا يؤمنون واعلن ذلك الحكم وقرأه رسول الله وسمعه الكافرون، مش كده؟ وعندهم اختيار ان يؤمنوا. لو انهم امنوا ماذا يكون الموقف؟ كانوا كذبوا القرآن وكذبوا محمد وقال ايه لا يؤمنون سواء عليهم انزلتهم ام لم تنزلهم لا يؤمنون. ودي احنا امنا يا سيد، نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد رسول الله، ويبقوا عملوا في مين؟ عملوا فصل في رسول الله. مع ذلك التحدي الغباء بتاعهم ما خلهمش يقولوا كلمة الإيمان ولو نفاقا، ولو نفاقا، لأن الله حكم عالم أن دي مش هتيجي أبدا ولا أبدا. فانظروا كيف تحدى الله خصمه الكافر بأمر في اختياره وأعلن هذا التحدي، ومع ذلك ظل غباء المتحدي ولم يقل كلمة الإيمان ولو نفاقا. لو أن هؤلاء الذين قال الله عنهم أنهم كفروا إنذارك وعدم يستويان عندهم ثم آمنوا، ماذا يكون موقف الدعوة من رسول الله؟ هذا سبق أن قلناه في قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا عم رسول الله يحكم الله بأنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته ستصلى نارا ذات لهب. معنى حكم ربنا أنهم سيموتان كافرا، يبقى حكم أنهم يموتان إيه؟ كافرا. أما كان عند أبي لهب رشد عقل يقدر يقف كده في نادي قريش ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا ما صدق الناس أنه آمن يجي من ورا يقول محمد قال أنني سأصلى نار ذات لهب وديني أمنت والحمد لله. ده الكلام ده كله كلام فارغ. يعلم بالتحدي، والتحدي قرآن يتلى، ومع أن في كفار كثيرين آمنوا، أكان يأمن محمد أن واحدا من هؤلاء يؤمن كما آمن عمرو بن العاص، يؤمن كما آمن خالد بن الوليد، يؤمن كما آمن عمر بن الخطاب، يؤمن كما آمن أبو سفيان فيهز هذه المسألة هز؟ لا، إن الذي أخبره واثق من إن دي لن تطرأ على أذهانهم أبدا، ولن يفهموا أنهم يستطيعون أن يكذبوا القرآن ويكذبوا محمد بأن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو نفاقا. إذن فقول الحق إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، دي وضع للابنة جديدة من لابنة الإيمان بالقرآن الذي أنزل على محمد، وأن الناس مهما بلغوا من اختياراتهم في الأفعال فلن يختاروا أبدا شيئا يناقض قول الله فيهم، وهو قرآن يتلى ويسجل ويكتب، ومحمد صلى الله عليه وسلم يعلنها على الناس جميعا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كل ذلك يؤكد أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا أن نؤمن ليس معنى ذلك أن إيماننا يفيده في شيء، أو أن كفر الكافر به يضره في شيء. ثم يأتي الله سبحانه بعد الحكم في قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يأتي بحيثية. لماذا؟ لأن الله قد ختم على قلوبهم. الله، وإذا كان الله هو الذي ختم على قلوبهم فما ذنبهم هم؟ معنى الختم على القلب استيساق بأنه لا يخرج ما هو فيه ولا يدخله ما هو خارج عنه. هو ده الختم كده، ساعة ما تختم أي حاجة معناها أنك استوثقت من أن ما فيه لا يخرج منه وما هو خارجه لا يدخل فيه. طيب ربنا ختم ليه؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، فمن استغنى عنه يساعده على الاستغناء. مع السلامة. مش يسيبه كده يقول لك يمكن بعدين يحن ويؤمن بي. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يكون في الحركة التي تناسب حركة عبده إليه. ولذلك من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، مش كده؟ ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. إذن فالمسألة الإيمانية
المؤمن يخطو خطوة النية لمن يريد الإيمان به. السرعة وقوة الإتيان دي بقى على الله، لكن حين يتأبى عنه لا يهادن من يتأبى عنه، لأن هو ما يهموش إنك أنت تيجي. يقول لما يجي يشوف، ولكن ولذلك تجد القرآن جي دقيق أوي، بل طبع الله عليها بإيه؟ بكفرهم، بسبب كفرهم. يعني هم كفروا الأول، أم ربنا قال كفرتم؟ طيب اطبع بقى، خليها بقى كده. الحق سبحانه وتعالى حين يطبعه بسبب الكفر يجيب لنا حديث، حتى في الشرك بالله واحد يؤمن برضه بالله بس وياه حد تاني، يقول من أشرك معي شريكا فهو له، ياخد خلص منش عايزه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي شيئا أنا متنازل عن نصيبي، يلا يكفي خلاص يكفي. إذن قول الحق سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم جاء بعد إن الذين كفر، يبقى مدام ستر الإيمان وجحد يبقى نقول له طيب أنت اخترت دي نخليها بقى كده. طبعا وبعد ذلك قال إيه؟ ختم الله إيه؟ ختم الله على إيه؟ اغشاو. تعال بقى للمنافذ الادراك اهي، ده مش بس ختم على القلب، ده جاب منافذ الادراك كله. ليه؟ لان القلب ده حتى عمله متاخر، الادراكات الحسيه توجد وبعدين ايه يوجد القلب. ولذلك ربنا لما اراد ان يعلمنا كيف تدخل المعلومات الى الانسان قال ايه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب لا نعلم شيئا، وبعدين وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. يبقى اذا دي ستؤدي امرا نشكر عليه. يبقى منافذ المعلومات ايه؟ السمع والابصار والافئدة. ربنا حينما جاء قال انا طبعت على الايه؟ على القلب. يمكن يظن ان مدام الابصار والاسماع لسه فيها تنبه يمكن يجي وقت اما قال لك لا انا القلب انا ختمت عليه خلاص، تشوف العين تسمع الاذن ولا السمع نافع ولا الرؤية ايه؟ ولذلك حيجي هناك يقول صم بكم عمي، منافذ الادراك ما فيش خالص كده. الله. ويجي يقول الغشاوة، كلمة غشاوة دي الغشاوة نعرفها انها الشيء الذي يستر شيئا، طول غشاوة 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 زي ما بيقولوا فيها ثلاث لقات، كل دي تفيد الالتفاف حول الشيء، ومدام فيه التفاف حول الشيء يبقى ملوش منفذ، يبقى برضه مؤديه كلمه الختم ولا لا؟ ما هو الختم لا يدخل لا يخرج الداخل ولا يدخل الخارج، والغشاوه اتلفت. ومن العجيب ان كلمه الفعاله دي تدل كده على الاحتواء والالتفاف حول الشيء، يعني مثلا تقول ايه مثلا عمامه لانها تتلف كده، عصابه برضه بتعصب بها ايه راسك، قلادة بتلف الايه، كل ما يفيد الالتفاف يجي على ايه على برضو إيه؟ ولاية، ما هي الولاية لانها بتاخد الحكم في كل الايه، امامة مثلا، كل دي تيجي مثلا تجارة نجارة زراعة حدادة، كل العملية دي تدل على ايه. ما انت ما تقولش دي صنعته نجارة الا، مش معناه انه بيمسك ادوم بينجر حتة، لا ده حرفته النجارة في كل انواعها. تبقى يعني جامع الايه كلمة غشاوة دي معناها ايه؟ اللفة. هنا نلاحظ ايضا
كلمة أبصار وكلمة كان يجب المقابل يكون أسماع، إنما يقول إيه سمعهم وعلى سمع، دي مفردة وأبصار جمع. كان المنطق إنه يجيب أسماع وأبصار أو سمع وإيه وبصر. لا، ده اللي بيتكلم من؟ اللي بيتكلم الله. ده الكلام ده ليه وليك؟ السطحيين في فهم معطيات الألفاظ، السطحيين في الأداء البياني، السطحيين في اللغويات. إنما ما هو معجز ليه؟ ما هو معجز عشان أنت تقعد تدعبس بقى. كان السياق يقتضي أن يقول الأبصار زي ما قال الإيه؟ الأسماع كما قال الإيه؟ الأبصار. أو يقول الإيه؟ البصر كما قال السمع. وكده كله ينقلك كده في متشابهين وهما وسيلة إدراك، مش كده؟ وبعدين يجيب ده مفرد كده عين عينك، وبعدين يجيب ده بعده جمع عين عينك. مسألة يعني يجب ان الانسان يتنبه اليها، مش كلام كده، مش كلام جزافا كده. يقول لك لا، انت اذا كنت جالسا في قوم ثم جاء منظر يجبهكم جميعا، من الممكن لواحد منكم ان لا يبصر ساعة ما يجي كده يروح مغمض، انما اذا وجد صوت من يستطيع ان يعمل ايده كده عشان ما تسمعش. اذا فالاسماع لا تتكرر ابدا، ولكن الابصار قد يرى ولا ما يراش، لان في اله اقدر اعمل كده اغمض، انما ما فيش اله في ودني اقدر اعملها كده ولا ما تسمعيش. يبقى حين يوجد سمع لا يوجد الا سمع واحد، يبقى لازم ساعه ما يجي سمع لازم يجي مفرد. ولذلك اذا استقرات القران جميعا وجدت ان كلمه سمع لم تاتي الا مفرده، ولكن كلمة الأبصار لم تأتي إلا مجموعة. فهمنا السبب؟ السبب إن السمع ما تقدرش تختلف فيه، إنما البصر ممكن تختلف فيه، ده يرى وده ما يراش. هنا حين ننظر إلى كلمة السمع وإلى كلمة البصر، كنا تعرضنا لذلك في لقاء من زمان، قلنا ان دي من ضمن الاعجازات الادائية للقرآن، انه حين يتكلم عن وسائل الادراك يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة. يبقى اذا دي وسائل ايه؟ وسائل العلم. ما هو بقول اخرجكم لا تعلمون وجعل لكم، اي لايه؟ لتعلموا، علشان تشكروا لما كل ما تعرفوا حاجة ايه تشكروا. وبعدين كل ايات السمع والبصر في القرآن يتقدم السمع دائما على البصر، ويفرد السمع ويجمع البصر. يبقى كم لازمة؟ الاول ان السمع مقدم على البصر، ثانيا ان السمع مفرد والبصر مجموع. قلنا السمع مفرد والبصر مجموع، طب ايه حكاية ان ضروري السمع يوجد قبل البصر؟ قلنا بس في آية واحدة في القرآن تقدم فيها البصر على السمع، آية واحدة، ودي محلها ليس الدنيا وإنما محلها الآخرة. لما تحصل الحصة في الآخرة يقول ربنا أبصرنا وسمعنا اللي كنا مكذبين به، أبصرنا وسمعنا، لأن الذي يطرأ أول ما يطرأ المسموع ولا المبصر؟ المبصر. يبقى ده في الآخرة وده أمر منطقي. فإذا ذهبنا لنبحث تقديم السمع على البصر
وجدنا ان علم وظائف الاعضاء الان نبه لنا متى يؤدي العضو في الاجهزة الانسانية وظيفته. اذا ولد وليد ونايم كده في ريح امه ويجي الاب يبشر بالولد يقوم يروح عنده كده وايه ويقعد يعمل له كده بصبعه ناحية عينه ما يطرفش لا يطرف لان عينه لسه ما ادتش مهمة مش شايف حاجة ابدا ما يشوفش الا بعد مدة لكن اذا صرخ تحصل له يبقى اذا ادرك بوسيلة السمع انما البصر بيتأخر يمكن يقعد 10 ايام على ما يبتدي يشوف تجيب صبع كده قدام نين عينه ولا ما شافها بعدين بقى تدرك انه شاف ساعة ما تعمل كده يروح آلة قسرية كده مش بالعقل بقى يبقى عرفتم لماذا يكسر الله الافعال فينا وتبقى قسرية تبقى مسيرة رحمة بنا ولا لا وإلا كان يستنى بقى لما يبقى يعرف ان الصبع ده نجيه كده هيفكت عينه وبعدين يغمر انما هو قال كده لسه ما ادركش حاجة تيجي كده روح عامل كده انتهت الانسان قسرية يبقى من رحمة الله انه سيرنا في هذه المسألة ولم يجعلنا مختارين فيها وإلا كانت عيننا كلنا اتخزيت. يقول سبحانه وتعالى السمع ده أول أداة تؤدي مهمته وبعدين يجي البصر والسمع والبصر دي هو عمدة الحواس الإدراكية عمدة الحواس الإدراكية وأيضا فالسمع يبقى إذا منطقي إنه يقول لي وجعل لكم إيه السمع والأبصار والأفئدة مش كده جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة نعم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاره كل دي يجي إيه يبقى السمع والبصر يبقى التقديم طبيعي ولا لا تقديم طبيعي لأن هو ده الأداة اللي هي إيه اللي هي بتؤدي مهمتها أول أداة وأول معلومات للإنسان تيجي عن ناحية الصوت لما نيجي نتعلم لو ما كناش بنسمع كنا نتكلم ولذلك هيجي يقول لك صم بكم يعني الصمم قبل البكم هو أبكم ليه لأنه ما سمعش حاجة هيحكي يقول إيه ما يحكيش حاجة أبدا هو بيشوف شفايف تتلعب كده يقوم يبتدي إيه يلعب شفايفه كده ويعمل ما سمعش حاجة يبقى صم إيه بكم يبقى إذن السمع أول حاجة تؤدي إيه وظائفه فالحق سبحانه وتعالى ختم الله على إيه كل به وعلى أبصاره أو على سمعهم يبقى دي أول وسيلة إيه إدراكية وعلى أبصارهم إيه غشاوة إذن منافذ الإدراك العلمي كلها إيه فما يطمعش إنهم يبتدوا يعلموا معلومات إيه معلومات جديدة هنا يجب أن نتنبه إلى شيء استطراد كده علشان نبقى وفينا الموضوع كله حقه أن الحق سبحانه وتعالى ساعة يقول في كتابه الكريم في سورة الكهف هو يريد أن ينيم أهل الكهف مدة طويلة وينمهم مدة طويلة بحيث تتعلق حياتهم ومعنى تتعلق حياتهم ان بعد المدة الطويلة يظلون كما هم مش المدة الطويلة دي تبان عليهم شيخوخة وهرم وشيب لا ولذلك لاحظوا ان القرآن حينما عرض هذه المسألة قال ايه كم لبستم بيسألوا بعض كم لبستم انظروا الى الجواب لبسنا يوما او بعض يوم فلو انهم رأوا في زواتهم شيئا متغيرا لأعرفوا انهم لبسوا اكتر من كده يعني لو كانوا نايمين حلقين دقنهم وبعدين لقوا دقنهم طولت يبدوا مدة الطول ده اسبوع لو كان شعرهم اسود وبعدين بيضم كانوا يدوا لنفسهم المدة دي انما قولهم لبسنا يوما او بعض يوم دليل على ايه على انهم لم يروا في زواتهم المتقابلة
شيئا تغير عما كانوا عليه ساعة ناموا. ومدام ما تغيرش عليهم شيء ساعة ناموا تبقى حياتهم معلقة. علقت. معنى علقت يعني ايه؟ يعني ساعة ما استيقظهم الحمها بساعة منامهم، والزمن الذي فات هدر لم تحدث فيه عملية ايض في اجسامهم. عملية ايض يعني هدم وايه؟ هدم وبناء ما حصلش. اذا يعني نفهم من دي مثلا اننا لو جبنا ولد سنه 10 سنين مثلا وبعدين باي طريقة من الطرق وحطناه في ثلاجة، هو سليم وكل حاجة، وحطناه في ثلاجة وعلقنا حياته وبعدين قعدناه 100 سنة وبعدين فكنا مثلا الثلاجة ويمكن يعود مش عارف ايه، يعود سنه كم سنة؟ 10 سنة. ما حصلش عملية البيات الشتوي للثعبان او للضفدعة او الى اخره، اسمه تعليق ايه؟ تعليق حياة. فاللي حصل لأهل الكهف ايه؟ تعليق حياة. بدليل لبسنا يوما او بعض يوم. لو انهم غير كده كان ايه اللي حصل؟ كانوا قالوا. ما حصل. تعال تيجي الحق سبحانه وتعالى عايز ينيمهم 309 سنة وفي كهف. الكهف ده طبعا نقرة في جبل، والجبل ده في قلب صحراء، وفي عوامل من عوامل بقى الطبيعة بقى الرعد والبرق وصفير الرياح والمش عارف الايه والحيوانات كل ده. فلو ان الله لم يقل فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا لما تأتى لهم ان يناموا وسط هذا الضجيج. اذا فالاذن هي الالة الوحيدة التي تؤدي مهمتها دائما، وانت نائم تؤدي مهمته، لكن البصر وانت نائم لا يؤدي مهمته. ليه؟ قال لك لان بالاذن اداة لاستدعاء، اداة لاستدعاء ما بتنسكش. اذا فالسمع يؤدي مهمته اولا ويؤدي مهمته دائما، يعني ليلا او ايه او نهارا. ولذلك قال الله في اهل الكهف ليبطل استقبال اذانهم لاي صوت فضربنا على آذانهم في الكهف سنين ايه؟ سنين عددا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم إلى لقاء آخر إن شاء الله.